ست ام ابراهيم اللي يعني زعلتنا والله امبارح، مش عشان انتي يعني كانت فيها خلافات ماليه مع الزوج، والزوج غصبها وخد منها فلوسها وحاجاتها، فاخواتها لما عرفوا تطاولوا على بعض بالسلاح وموتوا الراجل. يعني شيء الحقيقه ده خطا مركب، من يعني لما يحصل انه انا بدي للزوج شيء وهو عايز شيء وتكرر الامر ده، ممكن اقول لا من غير ما اعمل مشكله، ونوثق الاوراق حفظا للحقوق من البدايه، ما فيش مشكله. وخطأ طبعا من الزوج الله يرحمه بقى ويغفر له ويسامحه، خطأه ده سببه انه يطمع في مالك، وخطأ من الاخوه ان مجرد عرفوا انه خد حاجتك انه يتعدوا عليه او يتعدوا على دم انسان معصوم. وطبعا الامر اكيد في حيز التحقيق لمعرفه خبايا الامور الخاصه بالقضيه دي. انت بتقولي انا ليا ذنب، نسأل الله سبحانه وتعالى المغفره للجميع. استغفري وتوبي واسألي الله له الرحمه. انت رحتي حكيتي لاخواتك، لو انا كنت عارفه انه الحكي ده ممكن يؤدي الى تفاقم المشكله، ولا انا مش عارفه كل ده بناء عليه هيتم او هيكون انت لك يد او مالكيش يد. فاحنا نستغفر ونتوب، لكن ما شعرت منك من السؤال ان انت بس بتفضفضي مع اخت من اخواتك، فراحت حكت للذكور من الاخوه فراحوا اتخانقوا مع بعض وادى الامر الى وجود سلاح وبتاعه، وفي النهايه قتل هذا الرجل، الامر قيد التحقيق. فاستغفر الله سبحانه وتعالى، وأرجو من الأول زوج وزوجة، أنت ليكي حق مستقل مالي وهو له حق مستقل مالي، لا ينفع أغصبه على حاجة غصب عنه يدهاني أكون خدت فيما لا يحق لي أخد، خدت حرام. وهو كذلك ما يغصب الزوجة على إنها تديله حاجتها برضو أخذ حراما. فلنتقي الله، مش عشان هو زوج يستمرئ ماله في غير وجه حق، أو هي مراتي فأنا استمرئ مالها في غير وجه حق. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله. كل واحد له ذمته المالية المستقلة، شايفة ان الذمم ضعيفة نكتب الأوراق، وكل واحد يبقى مثبت له حقه عشان ما نوصلش للمراحل الخطرة اللي حضرتك يعني تفضلتي بقصها أمس. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة.